نشكر المسرح الجهوي لأم بواقي على هذه الاستضافة الطيبة للأطفال، ويعني فرحنا بزاف خلاص بهذه النشاطات يعني الجيدة. نتمنى يعني يكون ديما في كل عطل كما هكا مدرسية يكونوا مثلا يكونوا نشاطات مثل هذه للترفيه للأطفال، ويعني نشكرهم جزيل الشكر. أعجبتني مسرحية في مسرح الجهوي، كان ريكي و بيتشو كانوا مضحكين جدا، شكرا. عجبني بيتشو وريكو، كانت داروا اللعبة فيها المدرسة وفيها فيها الممش وفيها فيها الغناء، عجبتني بزاف. أعجبتني هذه الحفلة وممتعة ومضحكة، شكرا.
عجبتني المسرحية. شكرا. عجبتني في هذه المسرحية جميلة وأرباحها ونضحكوا ونمتعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكركم ونشكر بزاف مسرح الجهوي لعين البيضاء اللي نقولوا برافو برافو برافو. وكنت نهضر فيها هذا وين من برمي التياتر اللي اسمه السل التياتر في الجزائر اللي ضمن اللي خلى الببليك تاع الأطفال دائما كاين وعودوا وانا فرحان ودائما نفرح كي نجي لهذا المسرح بما يخص العرض اللي كنا نتفرجوا فيه وعرض تربوي تنشيطي هادف حبينا نقصدوا به اسم الاطفال كي كانوا في المدرسه كانوا في دراسه وقت تعرفوا وكي يروح للبيت تما فاني الام تقريه والاب يقريه ويوصيوه. اليوم حبينا الاولاد كي يجيوا لهنا ما تكون رسالتنا الوحيده هما يزهاو ويرقصوا ويفرحوا ويستمتعوا بالعطلة هذه ويخرجوا فرحانين وزاهين وناشطين والحمد لله. ودائما نشكر المسرح الجهوي عين البيضاء السهر على دائما توفير كل العروض المميزة للأطفال تاع عين البيضاء. شكرا. السلام عليكم. فاروق رضونا ممثل مسرحي مسرح الجهوي العلمة. اليوم جينا بعرض مسرحي بعنوان اللعبة في إطار برنامج المنظم من طرف المسرح الجهوي الأنبوقي. يعني والله الحمد لله يعني أنا واحد من الناس تفاجأت بالإقبال الكم الهائل من الأطفال. يعني نحسوا باللي كان هناك تقاليد بين العلاقة بين المسرح الجهوي الأنبوقي والسكان المنطقة هذه وسكان ولاية. يعني نحسوا باللي ما كانش انقطاع في البرنامج على هذه اللي حسينا اليوم باللي حضور الأطفال كان حضور رهيب الحمد لله. يعني فات العرض في ظروف الحمد لله جد وطيبة تفاعل الأطفال مع العرض تاعنا وإن شاء الله نتمنى يعني كل توفيق لهذه المدينة طيبة وهذه الولاية.